العملية الأمنية والعسكرية بنجردين متواصلة، والدفاع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم إلى حد الآن إلى 46 عنصرا. جثامين وشهداء العملية الإرهابية ببنجردان توارد ترى في مواكب مهيبة وسط حضور شعبي كبير وإجراءات أمنية مشددة. مجلس الوزراء يؤكد أن تونس ستتعامل بصرامة مع أي خرق لحدودها ويقر امتلاكها لكل الوسائل والإمكانيات لحماية الحدود وحفظ مصالحها العليا. تعرضت يوم أمس إلى هجوم إرهابي، كان الهدف منه هو من أحداث إمارة فيها عملية الهجوم هي انطلقت على الساعة حوالي الساعة الخامسة صباحا، وكان الهدف الأول من الهجوم هذا هو احتلال منها فكرة جيشنا الوطني ببنجردان، احتلال منطقة الحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني في بنجردان. كان رد فعل قوات جيشنا الوطني وقوات الأمن الداخلي كانت ردة فعل منها سريعة وقوية، ومنذ الانطلاق منها أبطلت العملية هذه الهجومية اللي قاموا بها الإرهابيين، وبعجالة منها أعطيكم الحصيلة منها النهائية للعملية اللي تمت يوم أمس. بالنسبة للإرهابيين وقع القضاء منها نهائيا على 36 إرهابي، وقع أسر 7 إرهابيين، وأسر 7 إرهابيين يعتبر منها عملية هامة، لأن هناك معطيات هامة تحصل عليها في المرحلة هذه، لكن البحث عن 7 إرهابيين هذا شيء ما يمكننا من التعرف على عدة أشياء تكون هامة بالنسبة للمستقبل. و بالنسبة لجيشنا الوطني وقوات أمن الداخلي، شهداء جيشنا وقوات أمن الداخلي كان العدد متاعهم منها 12. عملية أمنية وعسكرية سباقية ببنجردان تنتهي بالقضاء على إرهابيين اثنين وتواصل تعقب بقية فلول الإرهابيين. إقرار جملة إجراءات تهم النقل الحضري والحديدي لمدينة بنزرت والنظر في مشاريع تهيئة الموانئ التجارية والبحرية. استقالة بالجملة من لجنة تنظيم تظاهرة ساقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016، والمنظمون يؤكدون حرصهم على إنجاح التظاهرة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نقلت مراسلة الأخبار بولاية مدنين أن المواجهات التي جدت ظهر اليوم بين الوحدات الأمنية والعسكرية ومجموعة إرهابية متحصنة بأحد المنازل أدت إلى مصرع إرهابيين اثنين، وتتابع الوحدات الأمنية والعسكرية منذ نجاح تصديها للهجوم الإرهابي على بنجردان تعقب ما تبقى من فلول المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى المدينة. ضربة أمنية وعسكرية استباقية جديدة وناجحة ببنجردان انطلقت منذ ظهر اليوم واستهدفت وكرا إرهابيا، حيث تتحصن مجموعة إرهابية لم يحدد عددها تدقيقا في أحد المنازل، ما أدى أيضا إلى إصابة عنصر أمني من الحرس الوطني وثلاثة مدنيين بجروح إثر تبادل إطلاق النار استنادا إلى مصادر صحية محلية.
ويعود المنزل الذي تتحصن به المجموعة الإرهابية إلى أحد العناصر الإرهابية غرب مدينة بلقردان نقلا عن مصدر أمني بالمنطقة. وتتابع الوحدات الأمنية والعسكرية عملياتها بمدينة بلقردان لتعقب فلول المجموعات الإرهابية المتفرقة بالمدينة منذ الهجوم الإرهابي الذي جد يوم 7 مارس الجاري بهدف تحويل المدينة التي هب أهلها هبة واحدة مع القوات الأمنية والعسكرية بهدف تحويلها إلى إمارة داعشية، وانتهت بالقضاء على 49 إرهابيا والقبض على 8 آخرين فضلا عن حصيلة عملية اليوم. تؤكد المعطيات أن ما تبقى من فلول الإرهابيين يحاولون الانتشار في أماكن مخفية أو مهجورة للتمويه بعد تضييق الخناق عليهم أمنيا وعسكريا وديوانيا ومواطنيا، خصوصا بعد قرار فرض حظر الجولان الذي أعطى ثمره من الناحية الأمنية. أما بجبل سمامة من ولاية القصرين فقد أصيب عسكري على مستوى يده وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالحسن الوسلاتي إثر اشتباكات مع عناصر إرهابية، وتم نقل العسكري إلى المستشفى لطلق العلاج مع تواصل عمليات التنشيط بالمنطقة صعبة التضاريس وتحليق الطائرات الحربية للكشف عن مخابئ هذه المجموعة. وبين بلقردان والقصرين وإن اختلف المكان جغرافيا ومن ناحية التضاريس بين منطقة مكشوفة وأخرى معقدة، فإن المعركة مع الإرهاب ما زالت طويلة. محدودية حجم أسطول النقل الحضري وبين المدن ونقص عدد الأعوان هي أبرز الإشكاليات التي طرحها أعوان الشركات الجهوية للنقل ببنزرت خلال الزيارة التي أداها وزير النقل أنيس غديرة إلى الجهة وتدشينه مشروع تهيئة رصيف طارق بن زياد. إشكاليات تتفاقم مع تزايد حجم النقل المجاني وتراكم الديون على الشركة. مشاكل كبيرة في المعدل لوزارة الدخل، طبعا كل عام يقولوا هاي جاية الصفقة نتاع فرنسا، آخر صفقة مثلا نحب نسأل سيد الوزير في بنزرت عنا 17 حافلة، كيفاش نحاول؟ طلب عنا 1300 طلب، زيد المجانية بالنقل مش خلي، خاصية بنزرت كل ما أنت جايش وقت تعرف وعندنا داخلية وعندنا كل نقص الأسطول ما عندناش كيران بالكل، ما تمش أسطولي على حساب المواطن، عندنا تراكم ديون كبيرة برشا في الوزارات الكل. وحول الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات أكد وزير النقل أنه سيتم تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل ببنزرت ب 160 حافلة في إطار المخطط الخماسي القادم، إلى جانب تمكين الشركة من أكثر من 30 حافلة مستعملة بنسق 8 حافلات كل شهر انطلاقا من شهر أبريل. إلى صفاقس الآن عدد من الاستقالات صلب لجان التنظيم في تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016، استقالات اعتبرها أصحابها شكلا احتجاجيا على غياب رؤية واضحة لتنظيم هذه التظاهرة، وهو ما فنده المنظمون مؤكدين حرصهم على إنجاح هذه التظاهرة. أمل سكان صفاقس خصوصا والتونسيون عموما أن تدخل هذه التظاهرة حركية ثقافية غير مسبوقة من خلال العروض التي تعد لهذه المناسبة. وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انتظمت تظاهرة ثقافية احتفل خلالها عدد كبير من قيادات حركة النهضة وأنصارها بالذكرى 60 لاستقلال تونس. على أنغام الموسيقى الرافضة لأي تدخل أجنبي في تونس والحاملة لمعنى السيادة الوطنية، أحيا أنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذكرى 60 لاستقلال تونس. الدولة الوطنية القائمة على مؤسسات يجب أن نحميها، ما فماش وطنية بالكلام بالخطب، فما مؤسسات لابد واضحة حيز التنفيذ، يعني تحويل الدستور إلى واقع إلى مؤسسات، وهذا باش يأخذ منا مدة من الزمن لكن لابد العمل عليه، وإذا كان هذا ما يتمش ما نجموش نحميه رواحنا. الأمر الثالث هي شعور وإحساس بأن الخلافات تنتفي عندما نهدد من الإرهاب. قيادات حركة النهضة يقدرون أن إحياء ذكرى الاستقلال هو وفاء لمن ضحوا بدمائهم من أجل سيادة تونس ومناعتها، وفي الآن نفسه يؤكدون أن الاستقلال هو مسار مستمر ضد أي تدخل أجنبي تحت أي غطاء سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو أمني. احنا ندعيو كل القوى الوطنية احزاب منظمات جمعيات باش ما تختلفش حول ثوابت وطنية الاستقلال الثورة الديمقراطية الوحدة الوطنية المعركة ضد الإرهاب، ثم ثوابت ما يزمش نشكوا فيها ما يزمش نختلفوا فيها.
تنظيم حركة النهضة لهذه التظاهرة يأتي في إطار احتفال تونس بستينية الاستقلال الذي يعد مناسبة يستحضر فيها التونسيون جميعا نضالات أبناء وبنات الشعب وشهداء الوطن في مواجهة قوى الاستعمار من أجل بناء الدولة الحرة، ذكرى ستظل خالدة في ذاكرة كل الأجيال. رئيس البرلمان اليوناني أكد أن محادثاته مع المسؤولين التونسيين تناولت موضوع التدفق الهائل للاجئين والمهاجرين والذي شهد ذروته خلال السنتين الأخيرتين بسبب عدم الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وفي الجارة ليبيا. أوروبا بصفة عامة واليونان بصفة خاصة تعتبر أن تونس تقود معركة صعبة لمواجهة زعزعة الاستقرار في المنطقة، ونحن ندعوها للعب دور أساسي في إحلال السلام واستيعاب مشكلة الهجرة. رئيس البرلمان اليوناني أكد أن الحد من تدفق المهاجرين هو مسؤولية المجتمع الدولي الذي من واجبه إيجاد حل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى ضرورة تقديم دعم اقتصادي لفائدة البلدان المهددة مثل تونس وليبيا. قرار البرلمان الأوروبي بزيادة حصة تونس في صادراتها من زيت الزيتون لمدة سنتين داخل الفضاء الأوروبي أثار موجة سيئة في أوساط الهيئات المهنية المدافعة عن منتجي زيت الزيتون في إيطاليا، كما أن الجدل بشأن هذا القرار تحول في الأيام الأخيرة إلى مادة دسمة في المشهد العالمي. قرار البرلمان صحيح، ونحن في الحزب الديمقراطي مع أي إجراء يهدف إلى دعم الاقتصاد التونسي وتوسيع التبادل التجاري بين أوروبا وتونس. الذين ينتقدون القرار الأوروبي الخاص بزيادة حصة تونس من صادراتها لزيت الزيتون يبررون رأيهم بأن السماح لتونس بتصدير أزيد من 70,000 طن سنويا دون معاليم جمركية وبتكلفة إنتاجية ضعيفة حسب رأيهم سيضر بالمنتجين، رأي لا تؤيده هيئة المصنعين. أعود إلى تقرير جاهز الآن متعلق بالاحتفالات بالذكرى 60 للاستقلال، حيث نظمت جمعية تحبيب بورقيبة احتفالية أحياء الذكرى أراد من خلالها منظموها تأكيد على قيم الوطنية التي غرسها الزعيم بورقيبة في نفوس التونسيين. بمعزوفاتنا منها الأوركستر السيمفوني وأثاثها ثلة من المطربين التونسيين احتفت جمعية لحبيب بورقيبة بالذكرى 60 للاستقلال، إحياء يريد من خلاله مؤسسي جمعية بورقيبة استحضار المعاني الوطنية التي زرعها لحبيب بورقيبة زمن الخمسينات في نفوس التونسيين. نحتفل بالاستقلال على خاطر كلنا توانسة، وحبيت معناتها نكونوا كلنا فرد بقعة ونسمعوا فرد شيء ونتذكروا فرد حاجة مع بعضنا كأمة تونسية، حاجة معناتها واقعة ماهيش كلمة. احتفاء جمعية بورقيبة بستينية الاستقلال حضرها شخصيات سياسية من الزمن البورقيبي، كما حضرها ثلة من رجال الثقافة والإعلام. الحاضرون يرون أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يأتي للسير على ما رسخه بورقيبة من قيم الثبوت على سيادة تونس ومنعتها. الاستقلال جاب الوطنية الحقيقية والغير على تونس، والجيل الاستقلال اللي بناها الدولة العصرية. بورقيبة معناها مثال بالنسبة للجميع باعتباره كان أب للأولاد، وأنا نعتبر كونه هو اللي جاب الاستقلال. يعني بورقيبة إذا كان اليوم نترحموا على روحه ونتفكروا في ابتلاء اللي لقاد الثورة هذه، ثورة التحرير والبناء، يعني تونس كان وصل لهذا لأنه كان لم أعرف كيفاش يلم تونس مع بعضهم ويقوي فيهم شعور الوطنية وشعور حب البلاد. تنظيم جمعية لحبيب بورقيبة الاحتفالية الذكرى 60 للاستقلال يعد مناسبة لاستحضار التونسيين ما ضحت به أجيال في سبيل عزة تونس، وللتأكيد على أن مسار الاستقلال مسار مستمر، وبخاصة في ظل تحديات عدة تواجهها البلاد.
وزير الخارجية التركي إن مكافحة بلاده للإرهاب ستتواصل بكل قوة بعد أن قتل تفجير انتحاري 5 أشخاص بينهم إسرائيلية وأصاب 20 آخرين في هجوم وسط إسطنبول. وحسب مسؤول تركي رفيع المستوى فإن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن العملية. في أخبار الرياضة، تأهل نجم الساحلي للدور الثمن النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بتغلبه على أولمبيك خريبكا، فيما فاز الترجي الرياضي في كأس الاتحاد الإفريقي على النهضة التشادي. احتاج النجم الساحلي إلى خبرته الواسعة في المسابقات الإفريقية لحسم تفوقه على أولمبيك خريبكا بهدفين دون رد في الإياب الدور 16 لكأس أبطال إفريقيا. النجم الساحلي المتعادل ذهابا بهدف لهدف نجح في تخطي صعوبات الشوط الاول بهدف التسديد بعد ان دفع به المدرب فوزي بنزرتي عوضا عن محمد العويشي مطلع الشوط الثاني. وانتظر النجم الساحلي حتى الدقيقه 88 لاضافه الهدف الثاني بواسطه درامي ميكايلو. وفي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد الترجي الرياضي التونسي أفضليته على النهضة التشادي بخماسية في مرمى حارس أودو مانيو. الترجي الرياضي المستفيد من فوزه ذهابا بهدفين في نجامينا بكر منذ الدقيقة 4 بافتتاح التسجيل بواسطة ضحى ياسين الخنيسي، ثم نجح إدريس الحرسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني جسد الترجي الرياضي سيطرته على مجريات المباراة بتحقيق هدف ثالث بواسطة إلياس الجلاسي. وفي الدقيقة 59 استثمر هيثم جويني امدادا كرويا من ادم رجيبي ونجح في توقيع هدف رابع قبل ان يختتم الياس جلاسي سلسلة الاهداف بتسجيل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 88. Pour revenir à ce que je vous disais auparavant, naturellement le fait qu'on sache pas très bien ce que c'est que l'état islamique, je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abou Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry, quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guidou, boire du pinard. C'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et personne n'a de réponse. Alors, personne, y compris même la présidence des États-Unis. Je vous signale qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2014, interrogé par le Congrès, vous savez qu'on ne peut pas mentir, on témoigne sous serment, le général commandant toutes les troupes américaines au Moyen-Orient, interrogé sur ce que c'est que l'État islamique, il répond au Congrès, nous ne comprenons même pas le concept. Voilà, c'est شبينا البلجيكي جيبي سيدنا البلجيكي والحياة في بلاد بلاد المستاذ المكسيكي افرح الشتان ودانو افرح التسيبو احنا مش هنسيبو سيبو يا تونس وشبيك حي امن بلادك ومعانا الديوانة والقضي وعوانا عوانا ومسكونش تشكيكي حي امن
والقصد القضائي الضائي والبث الفضائي بالعهد التصديقي وقعد من خطك مسحيد على خطك هني رجال الخضرة خضرة وغني ديكي 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 انت بلجيكي انت رفيق البث صديقي تعرف اسكت وارقص بالعهد التصديقي صلح المنظومة افهم المعلومة خاف الله يحكم محكومة في الناس المظلومة وفتى بلجيكي مواطن حقيقي مرات السلاحة بكل ارتياحة قناصة وكرت الشات وزيت هاك وبسكورات عظم شوية العاص وزيت الغاز متكسادة شدوها في الثواني عدوها للقرجاني فرحوا بيه وكرموه واحلى عيشة عيشوا بتعدت ليا ماتي قدموا لعدي غراس سمحنا بالله تعاف سلاح تراوح مع العاب نقول لك يا بلجيكي وكلامي روح حقيقي لو جيت ولد بلاد راك صدقني شبعت عذاب لكنك بلجيكي بصحتك يا صديقي بصحتك يا صديقي مظلومة يا دنيا ردوا فيك العيب الكذب ياسر والغدر ياسر الكذب ياسر والغدر ياسر الدنيا شيء عجيب يا دنيا شيء عجيب في بندردان تترحم عن أرواح الشهداء نقدم التعازي يعني لأخوتنا وأبنائنا يعني من الجيش الوطني من القوات الأمنية ونشدوا على أيديهم حسب رأينا ثورة فوبيا يعني الثورة المضادة تتحرك في بندردان أو تحركت في بندردان لتحقيق أهداف معينة وهي استكمال ثورة يعني الانقلاب على الثورة في تونس يعني الحلقة زال يطرح يعني الحلقة الأخيرة من الثورة المضادة والانقلاب على الثورة في تونس فالمستهدف إذن هو الثورة في تونس هي ثورة الحرية ثورة الكرامة يعني ثورة الاستقلال والذين يقفون وراء هذه الأحداث هم أعداء الحرية وأعداء الكرامة وأعداء استقلال تونس فالثورة فوبيا أو الثورة المضادة بداية هم الناس الذين لا يؤمنون بأن وقعت ثورة في تونس وقعت مؤامرة بالنسبة لهم أمريكا هي اللي عملت المؤامرة إحداث انقلاب في سوريا. اصطفوا كلهم يعني في نفس يعني هما يسألوا مغارفة على تونس يعتبروا أن الشرارة التي وقعت في تونس هي سبب الثورة التي وقعت في ليبيا والثورة التي وقعت في مصر والثورة التي وقعت في سوريا والثورة التي وقعت في اليمن. فهؤلاء كلهم اجتمعوا حاقدين على تونس وعلى الترويكا وعلى شباب الثورة وعلى كل الذين على أنصار الثورة في تونس وهم يعتبرونهم سبب البلاء يعني في كل مكان
والثورافوبيا طبعا هي هي الاستبداد العربي. قلنا عدة مرات يعني شو ما الذي جعل السعودية والإمارات من جهة أنظمة قراوصية أنظمة ملوكية تقف يعني بجنب مصر النظام الانقلابي وسوريا النظام الانقلابي والقذافي النظام الانقلابي في معاداتهم يعني لثورة الحرية والكرامة في تونس والاستبداد. يعني هو أن النظام الانقلابي في سوريا نظام المجرم هو ديكتاتوري ولا يسمح بالحرية ولا يسمح يعني بالديمقراطية في بلده، والنظام السعودي هو أيضا لا يسمح بالحرية والديمقراطية في بلده. فنقطة الالتقاء هو عداءهم لحرية الشعوب هو الاستبداد. هو الذي جمع النظام السوري والنظام الكيان الصهيوني مع النظام السعودي هو عداءهم لحرية الشعوب هو الاستعمار الإقليمي. فالاستعمار هو عدو للحرية وعدو للاستقلال أيضا. والذي جمعهم هو أن هذه الثورة ثورة ربيع العربي هي يعني تمثل قضية حياة أو موت يعني بالنسبة لهم جميعا. لذلك اليوم هؤلاء كلهم اجتمعوا يعني مع شركات متعددة الجنسيات ومع الاستعمار العالمي دول الآن الهيمنة العالمية يعني كلهم اجتمعوا يعني في عدائهم يعني لثورة في تونس. آخر شمعة يعني بقيت بالربيع العربي في تونس لأنها يعني تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة له. فعملية بن قردان أيها الأخوة والأخوات هي جاءت يعني بعد عملية بعد الواقعة التي وقعت في رادس يعني البلجيكي يدخل السلاح والحاوية ومش عارف شو والفضيحة. فجاءت عملية بن قردان حتى تقول أن الإرهابي لا يمكن أن يكون أوروبي ولا يمكن أن يكون بلجيكي ولا يمكن أن يكون مخابراتي، بل الإرهابي هو يخرج من الكتاتيب القرآنية، هو خرج من الكتاتيب من كتاب بن قردان. يعني هذوما يعني دجالة يعني مثل مش عارف الدجال متاع بومال. يعني هما يستحملون الشعوب ويستحملون شباب الثورة. فالإرهاب الإرهاب هو سعودي والإرهاب هو سوري والإرهاب هو إيراني والإرهاب هو إسرائيلي والإرهاب هو بلجيكي والإرهاب هو فرنسي والإرهاب هو أمريكي والإرهاب هو بريطاني. وهؤلاء يعني الأقزام غلمان سوريا وغلمان إيران يعني وغلمان روسيا وغلمان أمريكا اليوم يقولون أن الإرهاب هو يخرج من الكتاتيب القرآنية. بعد عملية سوسة لازم نسكروا المساجد، لازم نعتقلوا الأئمة. فبعد عملية بن قردان لازم نسكروا الكتاتيب القرآنية. فالإرهاب هو الإسلام السياسي. فالإرهاب هذه المرة لم يخرج من الشعان، جاء وخرج من رادس يعني بعد من الدار يعني مشى للشعان ومشى لسوسة ومشى لباردو يعني ومشى لرادس. المرة هذه مشى لبن قردان. يعني هدف الثورة فوبيا أو يعني هدف الثورة المضادة اليوم هؤلاء يعني الذين اجتمعوا كلهم يعني ضد الثورة التونسية يعني يرون يعني الثأر يعني من الثورة التي وقعت في ليبيا. فالمستهدف الآن هو ليبيا. فدواعش جاءت من سوريا ومن العراق جاءت ليبيا يعني حتى يعني تكمل مهمة تقسيم ليبيا. والمستهدف هو وينو بترول ليبيا، ثروات ليبيا، الغاز والبترول يعني واستقلال ليبيا. ولكن في آخر الأمر المستهدف هو ثورة الشعوب والمستهدف هو الربيع العربي في ليبيا كما الربيع العربي في تونس. في عملية بن قردان أيها الأخوة والأخوات داعش على الخط. شو معناها داعش على الخط؟ يعني
داعش على الخط يعني مش حركة النهضة داعش. داعش على الخط يعني حفتر على الخط. يعني الإمارات على الخط. يعني دحلان على الخط. يعني السعودية على الخط. يعني أعداء الثورة أعداء الاستقلال على الثورة الحرية والديمقراطية كما كنا على الخط. فهؤلاء الذين يعني أبواخ الإجرام وأبواق الانقلابات وأبواق القتل يعني هم اليوم يقولوا أنا يعني النهضة هي سبب وإلا بالحاجة هو سبب في ليبيا. يا هؤلاء هم يعني احنا قلنا حفتر يعني هم سلالة القذافي طبعا يعني الثورة المضادة في ليبيا مو أنصار القذافي ولتبقوا القذافي وأنظمة الاستبداد ما يتعاون فيهم لأنها تريد أن تظهر من الثورة الديمقراطية في ليبيا فزيادة على كونها تريد أن تظهر على الثورة لأنها تعتبر أن الثورة التونسية هي السبب فهي تريد أن تظهر من الثورة الديمقراطية في ليبيا وهذا شيء عادي وشيء طبيعي فداعش أيها الأخوة والأخوات يعني كما هي يعني مرتزقة يعني بقية يعني نظام صدام حسين وبقية ومرتزقة سوريا ومرتزقة السعودية ومرتزقة أمريكا يعني يعني يحقق يعني حققوا أهداف اشتغلوا لتحقيق أهداف الاستعمار وأهداف الاستبداد يعني والوقوف أمام ثورة الشعوب العربية اليوم يقفون ويحاولون أن يقفوا أمام الثورة التي وقعت في تونس والتي وقعت في يعني في ليبيا فإذن أيها الأخوة والأخوات داعش على الخط وداعش هي حفتر وهي دحلان وهي مرتزقة العملاء في خدمة الشيطان يعني الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر والشيطان الخفي الشيطان الأكبر أمريكا والشيطان المتوسط روسيا والشيطان الأصغر اليوم إيران وأذنابهم يعني أذنابهم يعني اللي يخدموا لصالحهم في الطائفية اليوم والاستفاف يعني حول العمالة للشياطين فإيران لم تعد تلك الثورة لا شرقية ولا غربية وإنما أصبحت يعني هي شيطان يعمل لصالح شيطان الشيطان الأصغر يعمل لصالح الشيطان الأوسط هو الشيطان هو الروسي وشباب الثورة أيها الإخوة والأخوات ولا شرقي لا غربي شباب الثورة هو لا يريد ولا يعمل لصالح لا الشيطان الأكبر أمريكا ولا الشيطان المتوسط روسيا ولا الشيطان الأصغر إيران ولا شرقي ولا غربي ويريد الحرية ويريد الكرام ويريد الاستقلال ويريد الازدهار لتونس ويريد الازدهار لليبيا ويريد الازدهار لمصر ويريد الازدهار لكل الدول العربية والإسلامية فالخزي والعار يعني للعملاء وعملاء الاستبداد وعملاء الاستعمار يعني وعملاء الطائفية والخزي والعار لكل المصطفين يعني في طوابير يعني خلف المجرمين والقتلة سواء كان في سوريا يعني نظام مجرم قروستي يقتل 250 300 ألف وشر 10 ملايين يعني في مصر نفس الشيء يقتل 5000 يوم يعني في ليبيا واليمن يعني وغيرها يعني فهؤلاء الذين يقفون اليوم يعني وراء طوابير يعني وراء هؤلاء المجرمون يعني هم أذناب يعني هم يعني سوف يعني سوف ينتقم منهم التاريخ وسوف تنتقم منهم الشعوب ومثال القذافي هو مثال تو نعديو لكم الفيلم تاع القذافي كيفاش ينتقم منه الشعب يعني الشعب الليبي سوف ينتقم منكم كلكم جميعا هذه الشعوب سوف تنتقم منكم وعداه هو أن هذا اليوم سوف لن يكون ببعيد ومثال سوريا ومثال في سوريا أيها الأخوة والأخوات كل القوى العالمية كل القوى النووية اليوم هي موجودة في سوريا وكلها فشلت في قمع الشعب السوري ابتداء من أمريكا مرورا بفرنسا ومرورا بإنجلترا كلهم قبلوا على الشعب السوري ووصولا بالسعودية ووصولا يعني إلى حزب الله ووصولا إلى إيران ووصولا يعني إلى روسيا كلهم تدخلوا يعني وأجرموا في حق الشعب
الشعب السوري وقتلوا الشعب السوري وكلهم فشلوا. واليوم القوى العالمية هي على أبواب فتح المجال، يعني أمام قوة إقليمية يعني السعودية وتركيا يعني لمحاولة طمع حرية الشعب، يعني ثورة الشعب السوري، وهذا بمباركة روسيا وبمباركة إيران وبمباركة الكيان الصهيوني. فهم عاجزون يعني على ربح الحرب وعلى طمع الشعب في سوريا. لذلك هذه الثورات، الثورات العربية في تونس يعني وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا سوف تنتصر بإذن الله. المهم بالنسبة لشباب الثورة عدم السقوط في العنف، المهم هو التغيير السلمي، المظاهرات السلمية، المظاهرات المليونية يعني لعدم فسح المجال يعني أمام التدخلات الخارجية. فالقوى الخارجية هي عاجزة على دخول حرب على الأرض، فهي محتاجة إلى عملاء مثل داعش، مثل داعش العراق وداعش سوريا وكان داعش ليبيا. هؤلاء هم عملاء، هم يعني يحضرون التدخلات الخارجية، يعني هم يمهدون يعني الاستعمار يعني وحذاري يعني من توفير يعني إمكانية استقرار هذه القوى لبيع السلاح يعني واستغلال الثروات وافتكاك الثروات ونهب الثروات. والنصر والعزة لشباب الثورة للشعوب، النصر والعزة للشعوب العربية والإسلامية، والنصر والعزة يعني للشعوب الطائفة يعني الاستقلال يعني والحرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي نظيفة الدنيا ما فرمش نيفة من علي، زي نظيفة الدنيا ما فرمش النجية الحميدية العميقة اللي تفضل بيها السيد الرئيس زي العديم بحياتي. بعد ما سمعنا الكلمة هذه وما ضمنته بالمعاني، بعد ما شفنا اهتمام سيد الرئيس بالحالات الاجتماعية اللي صارت في سيدي بوزيد، بعد ما شفنا زيارة سيد الرئيس إلى المواطن محمد البعزيزي اللي حاول قتل نفسه حرقا في سيدي بوزيد في الأسبوع الماضي، بعد ما شفنا كل هذا الكرم، بعد ما شفنا كل رحابة الصدر، اجتمعنا اليوم في دار التجمع الدستوري الديمقراطي. على مسيرة التغيير والحزب المصطلع بأعباء الحكم في تونس. اليوم سيادة الرئيس العبدي بن علي أعطى درس في رحابة الصدر، أعطى درس لكل التونسيين اللي هو وحده الأب الحنون لأبنائه أبناء الشعب التونسي، أب حنون يحتوي أخطاء أبنائه ويحتوي انزلاقات أبنائه اللي مسؤولة ويحتوي الأزمات اللي يمكن أن يبثها أيا كان في تونس لغايات رخيصة لغايات سياسوية ضيقة. سيادة الرئيس اليوم إجابة على كل التشكيكات، إجابة على كل التساؤلات، إجابة على كل المناويين اللي انصرفوا في الأسبوع هذايا للتشكيك في مكاسبنا، للتشكيك في اللي حققته بلادنا، للتشكيك في المسار التنموي وللدفع التنموي اللي عاشته تونس منذ التغيير. الناس هذوما استغلوا حادثة بسيطة معزولة تنم عن ضعف شخصية أحد الشبان ووجوده تحت تأثير حالة نفسية سيئة، استغلوا الضعف النفسي هذا للشاب لكي يركبوا على الأحداث، لكي يوظفوا هذه الحادثة إعلاميا وسياسيا ولكي ينصبوا أنفسهم حماة للشعب التونسي وحماة لمشاغل الشعب التونسي. في وقت اللي كانوا هذم يتمسحوا على أعتاب السفارات وجنداتهم ملعينة بالمواعيد مع الأجانب للاستقواء بالأجنبي وما عندهم حتى علاقة بالشعب التونسي، كان الرئيس بن علي يعمل ويكد ويجد ويعمل في القرارات ويتخذ في الإجراءات ويقول شنو اللي يلزم الشعب التونسي وكيفاش نحسنوا معيشة الشعب التونسي وكيفاش نحسنوا ظروف عيش الشعب التونسي كيفاش Thank you.
الانحيال السياسي في تونس يضرب عمقه منذ بدايات خمسينات القرن الماضي، حين استشهد زعيم النقابي فرحات حشاد في عملية أشرفت عليها استخبارات وزارة الدفاع الفرنسية وأخرجت الجريمة تحت مسمى اليد الحمراء. ثم تلا ذلك اغتيال زعيم الهادي شاكر بإقامته الجبرية بنابل، ونكل به في عملية مزدوجة بين تونسيين عملاء للاستعمار والجندرمة الفرنسية. وكرد فعل قام الوطنيون باغتيال ولي العهد عز الدين باي بالرصاص، وعدم منفذها المناضل الهادي بن جبالله. ثم اغتالت اليد الحمراء الدكتور عبد الرحمن مامي بعد تفجير مقر سكناه وشقيقان أولاد حفوز، وختمت الحلقة باغتيال الشادي القسطلي نائب رئيس بلدية تونس الموالي للحماية. ولكن خروج الاستعمار وافتكاك استقلال البلاد لم ينهي لغة القتل من صفحات القاموس السياسي، فما لا يعرفه كثيرون أن شبه الحرب الأهلية التي سادت بين أصدقاء الكفاح التونسي الواحد عندما فرقتهم الفتنة بين أتباع الحبيب بورقيبة وبناصر صالح بن يوسف أزهق فيها الاغتيال السياسي أرواحا كثيرة، بدأت بالشهيد تحسين بوزيان بقفصة، مرورا بأحد ممولي الحركة الوطنية الكبار الهادي بن عطية الذي اغتيل في متجره بقلب العاصمة، تناول المصور الصحفي بن عمار رميا بالرصاص عندما كان يغطي نشاط الأمانة العامة ويحزو صالح بن يوسف. وبلغ القتل وحشيته فيما سمي بصباط الذام نسبة لمكان بالمدينة العتيقة الذي اغتيل فيه عديد الوطنيين من قبل لجان الرعاية التي كونها الشق البرجيبي، ليتوج هذا الصراع الدموي السياسي بين أبناء الوطن الواحد في 12 من أود 1961 في مدينة فرانكفورت، حين خر زعيم صالح بن يوسف صريع الرصاص حالما أجاز عليه مبعوثان تونسيان في غرفته بالنزل، فاغتيل غريبا بيد تونسية ودفن بالقاهرة قبل أن يرجع جثمانه بعد الإطاحة ببورقيبة. ومع بداية السبعينات قتل في بيروت القيادي البعثي التونسي عمر السحيمي، تلاه اختناق يشتبه في أنه اغتيال آنذاك للمحامي من التيار القومي صادق الهيشري في بيته بالعاصمة. ولن ننسى الخلاف التونسي الليبي بعد إجهاض الوحدة في سبعينات القرن الماضي الذي ولد تنظيم عملية اغتيال ضخمة كادت تؤدي بحياة الوزير الأول آنذاك الهادي نويرة، وفشلت باكتشاف عصابة المخابرات الليبية وهي بصدد ترصد خروج نويرة من بيته. أما أحمد بن صالح صاحب الخمس وزارات وصاحب تجربة التعاضد الاشتراكية والتي أدى فشلها به إلى غياه بالسجن، تعرض إثر فراره بمهجره بأوروبا إلى محاولات الاغتيال حتمت عليه التخفي. الحكاية بدأت من أيام جمال عبد الناصر، أو يمكن من قبل كده. خالد جمال عبد الناصر اتجوز داليا فهمي، فأخوها سامح فهمي بقى وزير بترول. أخوها الثاني هادي فهمي بقى رئيس شركة بتروجيت. عبد الحميد جمال عبد الناصر اتجوز إيمان الخرجي، أختها أفكار بقت رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. هدى جمال عبد الناصر اتجوزت حاتم صادق، فبقى رئيس البنك العربي في القاهرة. منى جمال عبد الناصر اتجوزت أشرف مروان، فبقى رئيس مكتب معلومات الرئاسة بعد السادات. ابنهم يبقى جمال مروان صاحب قنوات مجلة. أخو أحمد مروان يبقى جوز هانية بنت عمرو موسى. السادات جوز بنته جيهان لمحمود ابن صاحبه عثمان أحمد عثمان صاحب شركة المقاولين العرب. فأخته أمال عثمان بقت وزيرة التأمينات الاجتماعية. ابنها هاني سري مسك رئيس البورصة المصرية. ابن أخت عثمان يبقى صلاح حسب الله اللي مسك وزير تعميم. حفيده يبقى عثمان الصغير صاحب موقع أخبارك الإخباري. أما بنت السادات لبنى فاتجوزت عبد الخالق عبد الغفار حفيد أحمد عبد الغفار اللي كان وزير زراعة أيام الملك فاروق. بنت عمه علي عبد الغفار اتجوزت محمود مبارك ابن عم حسني مبارك اللي مبارك عينه سفير في ألمانيا. حفيد عيلة عبد الغفار يبقى مجدي عبد الغفار اللي ماسك دلوقتي وزير الداخلية السيسي. أما زكريا محي الدين عضو مجلس الثورة اللي ماسك رئيس وزراء أيام عبد الناصر. ابن أخوه يبقى محمود محي الدين اللي ماسك وزير الاستثمار. زكريا جوز أخته سامية لجمال مرعي وأخوه سيد لمها مرعي. فتعين سيد مرعي وزير للإصلاح الزراعي سنة 56، وبعدين نائب رئيس وزراء، وبعدين رئيس مجلس الشعب، ووصل مساعد رئيس جمهورية أيام السادات، بعد ما جوز ابنه حسن لنهى بنت السادات. عبد اللطيف البغدادي أحد الضباط الأحرار اللي مسك وزير حربية بعد 52، وبعدين رئيس مجلس الأمة وقت الوحدة مع سوريا. بنته اتجوزت مهندس صغير اسمه محمد مطير من عيلة سيد مرعي. فقام محمد حسنين هيكل صديق عبد الناصر اللي مسكه جريدة الأهرام ادى محمد مطير عقد توريد أجهزة لمؤسسة الأهرام. فكبر محمد مطير لحد ما بقى صاحب شركة فودافون. منصور حسن اللي كان وزير إعلام وثقافة أيام السادات جوز بنته عواطف لمحمد لطفي منصور اللي بقى صاحب منصور شيفروليه وتوكيلات كاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز وسجاير مارلبورو ومترو ماركت وخير زمان.
وفي الاخر بقى وزير نقل ايام مبارك. اخوه ياسين منصور يبقى صاحب شركات بام هيلز، وهو اللي اتبرع ب 25 مليون جنيه لحفلة قناة السويس، و 125 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. ابن خالته يبقى احمد المغربي صاحب شركة المغربي اللي ليها فنادق اكور ونوكوتيل، واللي بقى بعد كده وزير اسكان. منصور والمغربي وطلعت مصطفى ليهم بزنس كتير مع بعض، ودخلوا شركة مع الوليد ابن طلال في فندق سان ستيفانو في الاسكندرية. حافظ اسماعيل مستشار السادات للامن القومي يبقى عم مرات ابراهيم كامل عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، ورئيس مجلس العلاقات المصري الامريكي، وصاحب قرية غزالة وشركة كايوماتيك. مصطفى الجبلي وزير الزراعة بايام السادات يبقى ابو حاتم الجبلي وزير الصحة ايام مبارك، وصاحب مستشفى دار الفؤاد اللي مشاركوا فيها محمد عبد الوهاب جوز فاتن حمام، اللي بنته تبقى متجوزة منصور حسن وزير اعلام السادات، ومتشاركين برضه في كايرو سكان للاشعة. واخوه يبقى شريف الجبلي صاحب شركة اجري بزنس، اكبر شركة اسمدة خاصة موجودة في مصر. سوزان مبارك اخوها يبقى منير ثابت رئيس شركة الخدمات الارضية في مصر للطيران، وصاحب فندق ماريوت شانزليزيه في باريس، وشركة وايت وينجز الناقل الرسمي لصفقات السلاح بتاعة الجيش المصري، وشركة يونيكاب المسؤولة عن بيع القطاع العام وبيع ديون مصر. ومعاه فيها بعض الشركاء منهم حاتم الجبلي وزير الصحة السابق. مرات منير ثابت تبقى خالة انس الفقي وزير الاعلام، وبرضه خالة عالم صالحي وزير التضامن. اما علاء مبارك فمتجوز هيدي راسخ اللي جدها يبقى ابن خال عثمان احمد عثمان. ابوها يبقى مجدي راسخ صاحب شركة سودك للمقاولات اللي هي صاحبة بيفرلي هيلز، وشركة رينجو للاتصالات، وشركة النيل للاتصالات. وجوز خالتها يبقى شفيق بغدادي صاحب شركة فريش فودز ووكيل اتحاد الصناعة. جمال مبارك متجوز خديجة الجمال، عمها يبقى جوز الممثلة ليلى علوي، وابوها يبقى محمود الجمال الملقب بالرجل اللي ورث سوزان مبارك. محمود الجمال يبقى صاحب شركة الجلالة للمقاولات اللي ليها قرى سياحية كتير جدا في العين السخنة والساحل الشمالي. ده جزء صغير من العيلة الحاكمة في مصر اللي الطفل فيها بيتولد يبقى وزير أو رجل أعمال، أو على الأقل يدخل شركة بترول يوصل فيها رئيس مجلس إدارة. ده غير عائلات زي عائلة سويرس وغبور وغالي وعبيد وعبد النور وبسيلي وجريش، اللي لو جمعت ممتلكاتهم بس هيوصل مجموعها ل 80% من اقتصاد مصر في إيد 40 عيلة بس. يا تسيب
يا مسيل يا مسيل يا مسيل يا مسيل حمر يا مسيل يا مسيل حمر حمر يا مسيل يا مسيل حمر فالربس بلوطة وشير للوطة فالربس بلوطة وشير للوطة حمير في فمك حمر خلعة مسحوطة حمر حمير في فمك حمر خلعة مسحوطة حمر احضنك يا مسيل 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 الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل. لابد أنك ميت وإنهم ميتون. كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حداء محمول. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة الأساسية. إن الآخرة هي الحيوان. إن الدار الأخيرة هي الحيوان لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية للإنسان. الله عز وجل في بعض الناس يرسل إليهم نذرا رسل يعني قل هذا التعبير يجوز لماذا؟ لا هذه النذر بعد النذير والبشير الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان نذر ربما كبر السن ربما مرض مستعصي ربما حادثة معينة توقفه وتعيد يعني يعيد فيها حساباته حتى يعيد التوازنات مع نفسه لا ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول مرة ثانية ربما فتح لك باب العمل لا وأغلق عليك باب القبول أنه في رياء في عجب يعني أبو عز وجل لا يتقبل هذا في 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 شرك من أشرك في عمل معي غيره ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب نعم فكان سببا للوصول يا سلام يعني الذنب قد يكون نعمة لبعض الناس نعم أن يتوقف يستغفر يبدأ صفحة جديدة هناك يعني ليس معنى هذا أن ملك الموت قريب من كبير السن أكثر قربا من صغير السن ولا ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح هذه القضية غير موجودة بالمرة ملك الموت معه مواعيد محددة يبلغ بها أن فلان حينه يوم كذا أي يوم وفاته كذا يوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني يبرز انظر التعبير العجيب يبرز يكون في المضجع نعم يعني البروز وقوفا صح يكون بعد لحظات مضجع يبرز إلى مضجع ليصل بنفسه إليه أو يوصل إليه الإنسان لما نجلس بجواره الذي ينازع نريد أن نعيش هذه اللحظة ونحن لا نشعر بما يشعر طيب معذرة هنالك موت الفجأة هل هذا لا نشعر به هذا لا نشعر به لأنه راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر جميل وهناك مرض الموت هناك مرض الموت هذه من باب رحمة الله للعبد تكفير سيئات ومحو الذنوب ورفع درجات يعني المفروض أن نفرح يعني بمرض الموت لا هو منا من الله سبحانه وتعالى لأن العبد لما يذل إلى الله يدعو دعاء ذليل أما أدعو أنا مستغني وأنا صحيح البدن ونفس الأمارة بسوء تزين لي أنني يعني ما على الأرض إلا أنا ما في الدنيا إلا أنا هكذا بعض الناس لا لو دخلت في داخله ما سمعت إلا هذا النداء أنا أنا سلام أنا والعياذ بالله فلذلك الـ المسألة تريد من الإنسان
مودع. صح. صلي على ما آخر صلاة. صحيح. فأنت يعني سبحان الله عندما يحين الحي الموت الفجأة ده راح للموت. تمام. ومرض الموت نحن نقترب حتى نصل بفضلاتكم إلى ساعة الروح. مرض الموت. نعم. طال مرضه. جلسنا بجواره أقرر الأطباء أن يعني خلاص. حالتهم ميؤوس من عاجز الطبيب. نحن نجلس بجواره المتوفى. ربما يحجب لسانه عنا. لا يتكلم. يدخل لسان ربما. هو في عالم آخر. بدأ يدخل العالم الآخر ونحن ما زلنا في الدنيا. فضيلتكم تحاولون انتقاء الألفاظ. تقول يعني يحجب لسانه عنا. لم تقل يشل أو لا 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 يحجب يريد أن يتكلم فلا يستطيع. لا يستطيع. خلاص خلاص تمام. وبعدين سبحان الله العظيم هو يبدأ في اختراق حاجز الزمان والمكان. بمعنى أنه يعيش معنا ببدن لكن يرى أمورا لا نراها. تماما غيبيات. نعم لا نرى ما يرى. يرى بعينيه أم بروحه؟ لا بعينيه وبشعوري وبإحساسي وبإلهاماته وهكذا. ولو أرد إليه القول لما قال لنا ماذا رأى؟ لا يستطيع تكليف لأن الموضوع يعني لما قال ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أكثر حد يرى حقائق الأمور كما هي. يرى تفاهة الدنيا. أنا لا أرى تفاهة الدنيا. يرى عظمة الآخرة. نحن لا نرى عظمة الآخرة. مر البصري على قوم يبكون صراخ ما هذا؟ قال يبكون على متوفى لهم. قال سبحان الله فليبكوا على أنفسهم. نجا من ثلاثة ما نجوا منها منها بعدهم. هو نجا من ثلاثة وما نجوا منها. وجه ملك الموت وقد رأى. يا سلام. ومرارة الموت وقد ذاق. ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف. فليبقى على أنفسه. صح. هو خلاص عالم. أصبحت الحمد النتيجة ظهرت بالنسبة له. له فقط. ليس لنا. أنا عن يمينه. أنا على وسادته بجواره. أنا بجوار أمسك يده. جالس جنب أمي. جالس جنب أبي. سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي
مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. 3000 عملية تبرع للصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب والبريد التونسي وفر خدمات جديدة لتسهيل التبرعات. فرقة وطنية للمراقبة الاقتصادية تنطلق في العمل لمتابعة الأسعار والتسويد، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة.
تواصل وتحقيقات في هجمات بروكسل ووزير الداخلية والعدل يقدمان استقالتيهما على خلفية الهجمات. ببطلات عملهن البيضاء بكثير من مشاغل الحياة وحسابات الديون والالتزامات، قدمنا إلى مكتب البريد لاستلام أجورهن. هن لا يتقاضين أجورا مرتفعة ولا يكسبن أموالا طائلة ولا أرصدة، هن فقط أحببن البلاد فأعطينها دون حساب، أعطينها من قوتهن، أعطينها رغم قلة ذات اليد. مش نعاونوا أخوتنا وكم كتب ربي نهزوا بعضنا وحطوا اليد في اليد، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وربي يحمينا. آخرون توجهوا لمكتب البريد لغرض ما فاستغلوا الفرصة للتبرع، اختلفت مبالغ تبرعهم والتقت عند هدف واحد. أي واحد عنده معناتها قادر أنه نجم يتبرع باللي عنده 19,000 كل اليوم، فهمني أي مونطون فهمني يتبرع به. المصروف من البورص مفيد هكا جست معناها باش نتبرعوا. أنا معناتها نحب بلادي وحب البلاد هذا من الإيمان، وتبرعت للصندوق المقاومة الإرهاب لأن احنا ضد الإرهاب. هي بعض من إجمالي 3,000 عملية مالية سجلت لفائدة حساب صندوق مقاومة الإرهاب، عمليات مالية تؤمن في مكاتب البريد والبنوك وعبر الإنترنت والهاتف الجوالي للمشغلين. تم هذا المساء فتح معبر راس جدير من الجانب الليبي بعد إصلاح منظومة الأجانب، وبذلك عادت حركة العبور في الاتجاهين بين ليبيا وتونس إلى نسقها الطبيعي بعد أن تم الإعلان عن إعادة فتح